نعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا، وما زلنا مستمرين في حلقتنا لهذا اليوم بما يخص هذه الحلقة التي تتضمن شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. وأكيد كالعادة يستمر زوار ومحبي الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه بالتوجه إلى مدينة سامراء للزيارة وإحياء هذا اليوم. أكيد إن شاء الله اليوم لنا وقفة وانتقالة إلى الصحن العسكري المطهر لنكون إن شاء الله متواصلين ومتعايشين مع هذه المناسبة ونعيش تلك الأجواء، أجواء العزاء في الصحن العسكري المطهر. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذه الوقفة. مشاهدينا الأكارم، كما ذكرنا سوف يكون لنا حديث حول مكانة الإمام الحسن العسكري العلمية ومواقف الكثيرة. والجميل في هذا الموضوع أنه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يجتمع في حبه وكذلك في أنه يرضخون للكلام الذي كان يذكره كذلك المحبين والمبغضين. عندما يتحقق هذا الأمر فهذا دليل على أنه هذا الشخص استطاع أن يفرض نفسه على القلوب وعلى العقول بما كان يمتلكه من معلومات علمية ودينية وفقهية. إن شاء الله نتحدث عن هذه المكانة بإن شاء الله معنا الزميل علي السوداني وضيفه الكريم سماحة الشيخ عبد الغفار المالكي رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة العسكرية المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. سلام الله عليه، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الغفار. طبعا مثل ما يعني تحدثنا أنا وزميلتي بما يخص موضوع حلقتنا اليوم عن شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه ودور العتبة العسكرية المقدسة في هذه الزيارة، بداية نحب نعرف منكم التحضيرات وكيف استعدت وتأهبت العتبة العسكرية لأداء دورها بأفضل ما يكون لاستقبال زوار الإمام الحسن سلام الله عليه. تفضلوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وأول الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى يا ربي على محمد وعلى آله الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونرفع أسماء آيات التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى مراجعنا العظام وللأمة الإسلامية جمعاء. الحمد لله، قد دابت العتبة العسكرية المقدسة بأمانتها وبجميع خدامها بتوفير جميع الخدمات وبما يمكن توفيره للخدام للزوار الكرام وما نستطيع أن نقدمه. هناك جوانب كثيرة خدمية وفرت ودابت العتبة المباركة على ذلك من توفير هذه الخدمات. هناك الخدمات الأمنية، وكان التنسيق العالي من أنه قسم حفظ النظام والأخوة الموكلة والقوات الموكلة بذلك، والتنسيق العالي في هذا الجانب. الجانب الآخر الجانب الخدمي بالنسبة للمضيف والضيافة والخدمات، التوفير عالي جدا أيضا بالتنسيق مع هيئة المواكب والمواكب الحسينية، التوفير الطعام على طوال وطيلة هذه الأيام المباركة لإحياء هذه المناسبة، وكذلك وكذلك بالنسبة لي أنه طيلة هذه الأيام وطيلة هذه الساعات توفير وجبات الطعام للزائرين الكرام. كذلك بالنسبة لي الخدمات الأخرى التي توفر في العتبة المباركة، الخدمات إذا صح التعبير اللي هي الخدمات بالجانب الفكري والتبليغي، تم التنسيق مع الحوزة العلمية في النجف الأشرف من الأخوة المبلغين من طلبة الحوزة في النجف الأشرف، وكذلك المبلغات من قدم إلينا قرابة 60
طالب من طلبة الحوزة المباركة، وكذلك المبلغات لبيان الأحكام الشرعية والأمور العقائدية وكل ما يتطلبه الزائر من الإجابة على الأسئلة الشرعية. كذلك بالنسبة لقسم أنه في قسم الشؤون الدينية شعبة الشعائر، وهو من نشر السواد وتوفير المنصات لأجل أنه ما يقدم في إحياء هذه المناسبة المباركة. إقامة المجالس وبالنسبة للخطباء، وكذلك مجالس الرثاء والتعزية للرواديد والشعراء، دخول المواكب العزائية التي نستقبلها وتدخل تأتي هذه راجلة وتدخل إلى الصحن الشريف وتقيم هذه المجالس المباركة داخل الصحن الشريف. التنسيق العالي مع العتبات المقدسة، سواء العتبة العلوية والعتبة الحسينية والعباسية والعتبة الكاظمية ومسجد الكوفة وبقية المزارات، التنسيق عالي جدا في توفير الخدمات. طيب فضيلة الشيخ، على توفير الطعام وبقية الخدمات والأمور أيضا بجانب الصحي، وكذلك توفير الأمور الخدمية التي فضيلة الشيخ إلى أي يوم؟ وهكذا الحمد لله التنسيق عالي، ارتفاع نسبة الزوار ولله الحمد السنوات الأخيرة، وهذا التزايد في عدد الزوار الحمد لله. أولا الجانب الأمني مستتب تماما، والشكر والتقدير للقوات الأمنية وكل جهات الراعية والساندة لهذا الجانب. أحسنتم فضيلة الشيخ، عذرا لمقاطعتكم، يعني إلى أي يوم تستمر حالة الاستنفار في العتبة العسكرية في الخدمات، يعني حتى انتهاء زيارة الإمام الحسن العسكري سلام الله يعني عليه؟ عادة يكون الاستمرار إلى نهاية يوم التاسع من شهر ربيع الأول، ولكن باعتبار حيكون يوم التاسع هو يوم الخميس، فنتوقع استمرار الزيارة يوم الجمعة وكذلك يوم السبت، يبقى التوافد مستمر للعتبة المباركة. عفوا سماحة الشيخ، خلينا نتعرف أنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان مظلوم في حياته، وكان أيضا قد ظلم بعد مماته، فكان في حياته قد يعني دائما يلاحق ويزج فيه في السجون حتى يخفى علمه ومكانته. كذلك بعد استشهاده أيضا كان هذا الموضوع، أنه حاولوا أنه أكثر من مرة يتم هدم قبره، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. خلينا نتحدث عن هذا المعنى بالتحديد اللي هي محاولة إخفاء الحقيقة، إلى أي أثر أو إلى أي مدى كان لشهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام دور كبير في أنه يعني تكون نتيجتها عكسية تماما، يعني حاولوا إخفاء ذلك النور لكن تلك الشهادة كان لها أثر عكسي فزاد التشيع. خلينا نستدل على هذا الموضوع من خلالكم. نعم، اعتبار أنه كلامكم نور كما ورد في الزيارة المباركة للزيارة الجامعة للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كلام أهل البيت هو كلام نور. بالنسبة لي أرادوا بكل وسيلة هو إطفاء هذا النور، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. بالنسبة لي هم عمدوا إلى إخفاء، أولا إخفاء الشخصية، شخص الإمام، إخفاء شخص الإمام، وذلك بإشخاصه إلى بغداد، يعني من المدينة المنورة، وإبعاده عن ناسه وعن نستطيع أن نقول من كان من مواليه ومحبيه الإمام، فإشخاصهم إلى سر من رأى، بعضهم أرسلوا أنه أشخص إلى بغداد كالإمام الكاظم والإمام الجواد، إلى خراسان الإمام الرضا والإمامين العسكريين إلى سر من رأى. عندما جيء بهم إلى سر من رأى وضعوا وجعلوهم في هذه المنطقة منطقة العسكر، لذلك هم ينسب إليهم مسألة أنه اللقب العسكري أو العسكريان نسبة إلى منطقة العسكر التي وضعوهم فيها وجعلوهم في خان الصعاليك، وذلك لتقليل من شأنهم وعدم الاهتمام الناس بهم، ولا يكون الاهتمام والاحتفاء بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا كله إخفاء لشخوصهم ولشخصيتهم، وإذا بهم رأوا أن الأمر يزداد سطوعا والنور يزداد سطوعا، بحيث تحول هذا خان الصعاليك إلى منطقة، ولا إذا صح التعبير مدرسة لإصلاح هؤلاء الناس شيئا فشيئا، بحيث أخرجوهم من ذلك المكان. عملية إخفائهم شيئا فشيئا مما عمدوا إلى أن يغيبوا وجعلوهم تحت الإقامة الجبرية،
وكان الكتمان الشديد على الأئمة بحيث أن لا يخرجوا، أن لا يعرفهم أحد، وحال خروجهم حال دخولهم كان لابد أن يشخص إلى بيت الإمارة أو إلى قصر الإمارة بحيث يحضر بالأسبوع مرتين ولكن لا يعرف به أحد. هكذا كانت القضية بالنسبة للأئمة بحيث كتمان أسرارهم، كتمان علومهم، ولكن لاحظ كيف أن الأمر يزداد علوا أكثر فأكثر، لذلك عمدوا إلى قتلهم. طيب ملاحقة الإمام الحسن نعم سلام الله تعالى عليه العسكري، نعم يعني هنا أحب أدخل وياكم فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ أدخل وياكم بهذا الموضوع اللي هو أنه مسألة قتل الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه كانت أنه مترصدة من قبل الأعداء، لكون كان هناك شبهة أنه هو الإمام المهدي الموعود، فكان يظن الأعداء هذا الظن، فلذلك كان هو ملاحق يعني بصورة يعني شديدة وأكثر يمكن لربما من غيره من الأئمة. هذا واضح في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هو الكتمان اللي كان يريدوا أنه هم يكتمون، والأئمة كانوا يعيشون في حالة عالية من التقية، ولذلك الحفاظ على الجماعة الصالحة أيضا كان هناك يأمرونهم بكتمان الأسرار، وكانوا أنه إذا لا يظنون بأنه الإمام المهدي لكن يعرفون أنه سيخرج منه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لذلك عمدوا. كان هناك الرقابة السرية والشديدة وعلنية أيضا هذه الرقابة على الإمام وعلى بيت الإمام، وكذلك وضع الجواسيس وكذلك الجاسوسات في بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فعمدوا إلى قتله وتصوروا أنه بقتل الإمام وإذا أقبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف ينتهي كل شيء، وإذا بهم تبقى هذه القبور المباركة كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الهادي في زيارة الجامعة، وقبوركم في القبور وآثاركم في الآثار، وهكذا بحيث بقت هذه القبور منارا للناس وللشيعة ولمواليهم ولمحبيهم، فتصوروا أنه بقتل الإمام أنه سينتهي كل شيء، وإذا بالقبور صارت منارا لهذا. أحسنتم، إذن هم حتى في قبورهم تلك المشاهد وتلك الأماكن هي يعني دائما تخيفهم وحاولون إخفائها. إن شاء الله حديثكم الطيب سماحة الشيخ عبد الغفار المالكي رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة العسكرية المقدسة، شكرا جزيلا لكم وموفقين إن شاء الله لأداء هذه الزيارة، ونسأل الله لنا ولكم قبول الأعمال والطاعة، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الأكارم كنا مع هذه الأجواء للزيارة واستمعنا إلى معلومات كثيرة حول كيفية أداء تلك الزيارة بحشودها المباركة وكيف أنها تتطور وتزداد بجهود العتبات المقدسة المباركة إن شاء الله.